عمرك سمعت اقصر خطبه جمعه في التاريخ؟ في الستينات كان بيحكم تونس رئيس علماني اسمه بورقيبه، والرئيس ده كان بيكره الاسلام والمسلمين جدا، وكان دايما بيحاول يمنع لبس الحجاب والصلاه والصوم. وفي احد الايام كان الشيخ محمد بن عاشور مفتي تونس رايح يصلي بالناس الجمعه، بس هو في طريقه للمسجد عدى على السوق وانصدم من اللي شافه، ولما طلع على المنبر بص للمصلين باستغراب وقال باللهجه التونسيه: اما بعد نساء شكون اللي في الاسواق، يعني النساء الغير محتشمه اللي في الاسواق دي نساء مين فيكم؟ فمحدش من اللي قاعدين قدام وقدر يتكلم، فقال لهم للمرة التانية: نساء شكون اللي في الأسواق، فمحدش من اللي قاعدين قدامه اتكلم، فقال لهم: لا خير في صلاتكم ونسائكم عرايا وأقم الصلاة. والشيخ بن عاشور معروف بمواقفه البطولية في الدفاع عن الإسلام ضد العلمانيين وضد بورقيبة.